بنودع فصل الصيف وبنستقبل فصل الشتاء. خناقات كتيرة بتقوم على السوشيال ميديا، مين بيحب الشتاء مين بيحب الصيف، وبتوصل ساعات لإن احنا نقول لا احنا عايزين السنة كلها شتاء، احنا عايزين السنة كلها صيف. نزلنا الشارع علشان نسأل الناس بتحبوا الصيف أكتر ولا بتحبوا الشتاء؟ طب لو بتحبوا الشتاء بتحبوا ليه؟ طب لو بتحبوا الصيف بتحبوا ليه؟ تعالوا نشوف آراء الناس مع بعض. تحب بقى الصيف أكتر ولا الشتاء؟ والله وسط، يعني أحب بين الصيف والشتاء، يعني هو الأيام زي اللي احنا فيها. الخريق جميلة، الأيام اللي من دول شهر 10 ده جميل جدا، و11 اتنين كويسين يعني، واحنا احنا ده من ده وده من ده، بس ممكن الشتاء يكون أفضل شوية. يعني ايه ده من ده وده من ده؟ يعني ما نستغناش على الاتنين. بس انت تفضل اني؟ انا افضل الشتاء. ليه بقى؟ الصيف بيزهقك. الصيف طبعا. ليه بقى؟ عشان المصايف وكده ولا الاسباب؟ والشتاء كمان قاعدين في البيت متكلفتين وخلاص. يعني انت بتحب الصيف عشان المصايف وبتحب الشتاء علشان بتقعد في البيت. وكمان انت بتعمل ايه بقى بقيه السنه؟ بقيه السنه بذاكر. امتى بقى؟ لما انت في الشتاء بقى نايم وفي الصيف بتروح مصايف. الصيف للصيف والصيف للشواطئ وكده. الشتاء الشتاء بقى بننام في البيت نذاكر. أيوة. انت بقى بتذاكر امتى بقى بتذاكر؟ ما احنا بننصف اوقاتنا بقى. لا الشتاء طبعا، احنا واخدين بالنا ان الشتاء مكتسح معانا. ليه؟ يعني الصيف بيحتاج يعني دايما على طول محتاج تشرب ميه كتير وعرق، وبيبقى خلقك ضيق جدا وتحس ان انت مش طايق نفسك، بعكس مثلا الشتاء بيبقى الحركه فيه قليله، بتاكل كتير زي ما انت عاوز. لا بحب الشتاء. ليه؟ الجو بيبقى اجمل من الصيف، ما بحبش الصيف ابدا. يعني الصيف مشكلتك معاه ايه؟ ابدا الحر وخنقه الجو مش اكتر. بس ازاي بتستقبل، بتستعد في الفتره اللي احنا فيها ديت ما بين الصيف والشتاء، بتستقبل ازاي؟ بابا مبسوط جدا بالشتاء اللي جاي. بتستنى الشتاء يعني؟ اكيد. لا الشتاء. ليه بقى؟ كده عشان الحر. يعني الشتاء بالنسبه لك احسن في ايه؟ احسن عشان انا كمان بحب المطر. بس يعني بس ما فيهوش خروجات، ما فيهوش فسح. مش مهم، بس اهم حاجه بننزل برضه، اكيد بننزل شغلك مش لازم خروجات. لا الشتاء طبعا. ليه بقى؟ الشتاء اخرتها هتلبس تقيل وبتاع حاجات زي كده وخلاص، وهتنزل الشارع يعني سهلا ان الواحد يعالج مشكله الشتاء. اما الصيف هتعالجها تمشي بمكيف في الشارع يعني. انا بحب الشتاء. ليه بقى؟ لان الصيف بقى حر والعرق والرطوبه انما الشتاء هو بتتدفى باي حاجه وتبقى العمليه سهله شويه، ما فيش عرق ولا فيش حر ولا فيش زهق ولا فيها. احنا دلوقتي داخلين على الشتاء، ازاي بتستعد لاستقبال الشتاء؟ يعني هستعد هجيب بطاطين. بطاطين موجوده، انضفها اغسلها.